للأسف احنا نتمنى ان تكون روسيا تلعب دور راعي للسلام في سوريا وفي المناطق الاخرى من العالم، ولكن في سوريا منذ ان بدأت الثورة السورية الى الان روسيا تلعب دور الحامي لهذا النظام المجرم وتقدم له كل الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري ايضا. روسيا استخدمت 8 مرات الفيتو في مجلس الامن الدولي لحمايه هذا النظام، واخرها الفيتو الذي استخدمته روسيا من اجل عدم ادانه هذا النظام نتيجه استخدامه للسلاح الكيميائي غاز السارين في بلده خان شيخون، مع انه كل الدول ومن ضمنها بريطانيا وتركيا وفرنسا والمانيا اثبتت انه النظام هو الذي استخدم، والولايات المتحده الامريكيه ايضا اثبتت انه النظام هو الذي استخدم غاز السارين بضرب الشعب السوري وقتل الاطفال والنساء، ومع ذلك روسيا استخدمت الفيتو لحمايه هذا النظام المجرم. روسيا على لسان وزير خارجيتها، روسيا التي دخلت كطرف في الصراع السوري لوعد الثوره السوريه وقتل تطلعات الشعب السوري، على لسان وزير الدفاع الروسي يقول استخدمنا 162 او جربنا 162 نوع من انواع السلاح الجديد في سوريا، وطائراتنا شنت اكثر من 72,000 غارة، وكانت الحرب في سوريا هي اختبار جيد لطيارينا في السماء السورية. هكذا روسيا تتعامل مع تطلعات الشعب السوري. روسيا اللي أثرت أن تقاتل للحفاظ على بشار الأسد وتجابه كل الشعب السوري بالحديد والنار. روسيا تدخلت منذ سبتمبر 2015 كطرف أساسي في القتال وقتل الشعب السوري، وما حصل في حلب الآن، تحدث الوزير البريطاني السيد أولود عن ما حصل في حلب من مجزرة كبرى كان نتيجتها الآلاف من القتلى وتشريد عشرات الآلاف من أبناء حلب، وهذا ما تفعل روسيا الآن في مناطق أخرى في سوريا مثل حي الوعر وغيرها من المناطق الأخرى. الآن روسيا تطرح نفسها من خلال موضوع ستانا كضامن وراعي لتحقيق السلام في سوريا. الحقيقة روسيا تريد من ستانا شرعنة المكتسبات التي حققتها على الأرض نتيجة غياب الإدارة الأمريكية وضعف الدور الأوروبي، وفي ظل غياب دور عربي تريد أن تشرعن هذه المكتسبات اللي حققت على الأرض من خلال جهد سياسي. وحتى الاتفاقية المناطق الآمنة أو خفض التصعيد التي أعلنت عنها روسيا واعتبرت أيضاً إيران كضامن ومراقب لهذه الاتفاقية، للأسف الشديد إيران ليست ضامن ولا يمكن أن تكون مراقب، والشعب السوري لا يقبل ذلك. إيران هي جزء أساسي من المشكلة، إيران هي التي تقتل الشعب السوري وهي التي تقاتل على الأرض، هي وميليشياتها الطائفية التي جلبتها من مختلف البلدان العربية والأجنبية. لذلك لا يمكن أن تكون روسيا في سلوكيتها الحالية أن تكون راعي لعملية السلام ولا ضامن، ولا كذلك إيران لا يمكن أن تكون كذلك إذا لم يكون هناك سلوكية مختلفة وممارسة مختلفة. ويجب أن يكون هناك العملية السياسية، يجب أن تكون في تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. هذه العملية المتوقفة خلال السنوات الماضية نتيجة تعنت النظام ورفضه الانخراط في العملية السياسية، ونتيجة أيضا تعنت حلفاء النظام السوري. الجزء الثاني من السؤال حول حسب ما فهمت حول دور المجالس المحلية، إذا كان هذا السؤال، المجالس المحلية له دور أساسي، وقانون الإدارة المحلية في سوريا له، يعني لو طبق بالشكل الصحيح له دور أساسي في تحقيق التنمية المتوازنة في سوريا. والآن المجالس المحلية في المناطق المحررة الحقيقة هي التي تقوم بدور تقديم الخدمات، ورغم الدعم الضعيف المقدم من أصدقاء سوريا ومن سواء كان في أوروبا أو في أمريكا أو في الدول العربية، هذه المجالس تؤدي الدور المنوط بها ضمن الإمكانات المتوفرة، وهي تجربة ديمقراطية يجب أن نعززها
بشكل أكبر من ذلك من خلال تقديم الإمكانات لنجاح عملها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن السوري الذي يعاني الويلات نتيجة إجرام هذا النظام وحلفائه. شكراً. شكراً لك.